السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازعل الملاذ الاجنبية مقابل الجناح السوداني. بنات السودان، اليوم السودان دي اللي عليتم ندعو للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار الملاذ الاجنبية مقابل الجناح السوداني مساء امس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت 19 ديسمبر 2020. تنويه: أسعار الملاذ ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 725 جنيه، الدينار البحريني 573 جنيه، ريال عماني 557 جنيه، الجنيه الاسترليني 328 جنيه، اليورو 307 جنيه، الدولار الأمريكي 258 إلى 260 جنيه، الدينار الليبي 74 جنيه، الدرهم الإماراتي 70 جنيه، ريال قطري 71 جنيه، الريال السعودي 69 جنيه، الجنيه المصري 16 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.